موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها آخر ما نزل من القرآن. ما هو آخر ما نزل من القرآن؟ حقيقة اختلفت أقوال الصحابة والرواة في ذلك اختلافا كثيرا، تباينت فيه أقوالهم، هذا كله راجع لحسب اجتهاداتهم وسماعهم رضوان الله عليهم أجمعين. لكن أشهر هذه الأقوال في آخر ما نزل من القرآن ثلاثة أقوال نذكرها، يعني من بين هذه الأقوال كلها أن آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في سورة البقرة الآية 281. وأيضا القول الثاني المشهور في آخر ما نزل من القرآن هو قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سورة النصر. وأيضا قول ثالث هو مشهور أيضا في آخر ما نزل من القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه هي أشهر الأقوال، وقيل غير ذلك، ولكن هذه أشهر الأقوال، وكل من عند ربنا آمنا به، كل من عند ربنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم.